إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أشكر لكم هذه الدعوة، وأتمنى من الشباب الذين أمامي والشابات ومن حولهم ومن في العالم الإسلامي أن يكونوا عماد الأمة، وأن يكونوا أمل الأمة ومستقبل الأمة. الشيوخ يمثلون الماضي، والكهول ونحن منهم نمثل الحاضر، أما أنتم أيها الشباب والشابات تمثلون المستقبل. أنتم من خير أمة أخرجت للناس، كلام رب العالمين. هذه الخيرية ما علتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو فرضنا أن هذه الأمة قصرت في هذه المهمة التي أوكلت إليها، فقدت هويتها ولم تعد خير أمة. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف صعقوا؟ أو كائن ذلك؟ فقال: وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أخطر شيء في حياة الأمة تبدل القيم. هذا الجيش الذي قاده شاب، ومن جنوده أبو بكر الصديق المسلم الأول وعملاق الإسلام عمر، قال: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ قال: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. ما هذا المجتمع؟ مجتمع متماسك، مجتمع متعاون، مجتمع متطور، مجتمع متحضر، مجتمع نشر هذا الدين في الآفاق. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أعتقد لو فهم المسلمون الأوائل، لو فهم أصحاب رسول الله الأبطال الإسلام كما نفهمه نحن الآن، ما خرج من مكة. أما أن يصل للصين، إلى مشارف الصين، إلى بواتيه مشارف باريس، وصل بالمبادئ والقيم. المبادئ والقيم قوام حياتنا، أهدافنا. لذلك المادة لها سقف، أما المبادئ والقيم ليس لها سقف. إله عظيم خالق السماوات والأرض يقول: كنتم. أجمع علماء اللغة على أن كنتم يعني أصبحتم بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه علة خيريتنا. ولعل هذه المؤتمرات وتلك اللقاءات وهذه النشاطات من باب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العلماء فرقوا بين الرزق المستهلكات: أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. أما الباقي، صاحب أبل 700 مليار، أعلى ثروة بالتاريخ الحديث، وواحد آخر بيل جيت 93 مليار، هذا كسب تحاسب عليه
ولم تنتفع به. أما الرزق المستهلكات، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، آمن مطمئن معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. سيدنا علي يقول: الناس ثلاث، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. يعني شيء ضروري جدا أن نتعاون. أعداء الأمة والله يتعاونون تعاون مذهل، وبينهم 5% قواسم مشتركة. وقتها كان كلينتون، قصة قديمة من 20 سنة، لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأوليسيس، كان أغنى واحد، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. إذا كان الشيخ فاضل محصور في هذا الإطار وفي هذا، في هذه الفترة الزمنية وفي هذه الفترة العمرية في طلب العلم، ماذا كان في إمكانه أن يعمل؟ هل الانغماس في هذه الجوانب ومحاولة التأثير فيها والمشاركة فيها، أو التفرغ للعلم والابتعاد، ابتعاد تام وغير ابتعاد تام بمعنى الكلمة، يعني لا يشغل تفكيره نهائيا بهذه المسائل، يعني ما الأمل في هذه المدارس؟ ما لم يستوعب الداعية هذه البيئة ويعالج مشكلاتها من خلال دعوته، لا ينجح في دعوته. يعني ما لم يستوعب ثقافة العصر ويكتشف الثغرات والانحرافات والأخطار الوبيلة ويعالجها، لا يعد داعية. حتى يكون معه خط ساخن مقنع، يعني أنت دائما ممكن تقول حرام، سهلة هي، بس لماذا؟ الآية الدقيقة: خذ من أموالهم صدقة، أمر إلهي ما كفى، تطهرهم وتزكيهم. إله خالق الأكوان أعطاك التعليل، لا تقمع أقنع، لا تقمع أقنع، بس قبل القدوة قبل الدعوة. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب مؤمن، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. ألا تروا معي، وأنا أحييكم تحية خاصة، ودائما عندكم معقولة تقولون الدنيا تغر وتضر وتمر، هذه معقولة أنا أحفظها سبحان الله الذي العظيم، وحاول أن دائما أطبق. أنا أقول للشباب الشابين وجميع الأمهات الآن يعانون العناء أكبر في تربية أبنائهم وتوجيههم، ذلك للظروف التي تحيط بنا والإكراهات والتأثيرات من كل جانب. وأنا أول بعد التأثير اللي أثر فيه ويحزنني هو اختلاف العلماء عندنا في الأمة الإسلامية، فهذا يقول هذا ويأتي الثاني ويقول نقيض ويأتي هذا ويقول هذا لا يقول هذا. ألا تروا معي بأن اتحاد أمة إن شاء الله سيكون بعد اتحاد علمائها وإعطاء للشباب، خاصة اللي أنا أفتخر بهذا الشباب اللي أتمنى أن يكون إن شاء الله قدوة للأمة واتحاد الأمة إن شاء الله عما قريب. في قلتان عن العلماء، اختلاف العلماء واختلافهم في الآراء هو أكثر تأثير اللي مأثر ضريق ودائر هذه الاختلافات في الشباب. المعلومات قديمة تبعي قديمة. الأطياف المتنوعة اجتمعت على قلب واحد. صدق أنا قبل أسبوعين ثلاثة كنت في تركيا. ما أريكم إلا ما أرى، يعني خذ دينك عن الأرضيات لا عن الفضائيات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.